كم في الزوايا من خبايا، ستجد أموراً كثيرة مهمة، وأموراً لا يمكن الاستغناء عنها أو تركها، وأموراً بالإمكان أن يقدم عليها غيرها. ننظر إلى صلواتك وأذكارك في الصباح وفي المساء، وفي أدبار الصلوات وقراءة القرآن. هذه الدائرة لا بد أن تتوسع، وأن تحرص على تمديد الوقت فيها قدر الطاقة. وقد قمت بعملية حسابية لهذا، وجدت أن الوقت الذي يستغرقه الواحد منا لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة يستغرق 10 دقائق، وليقول سبحان الله وبحمده 100 مرة يستغرق 2.5 دقيقة، وليستغفر الله 100 مرة يستغرق 2 دقيقة، وليقرأ أذكار الصباح يستغرق 5 دقائق، وليقرأ ورده الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في الليل، قراءة سورة الإسراء والسجدة والزمر وتبارك والمزمل، وجدت أنها تستغرق من 40 إلى 45 دقيقة. وهناك ملاحظة بشأن الأذكار، هو أنك باستطاعتك أن تذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تمارس كثيراً من الأعمال التي هي غير مستثمرة. ثانياً، تناول الطعام. بعض الناس يحرص على أن يتناول 3 وجبات في يومه، وبعضهم يزيد على هذا، وما كان هذا دأب السلف رحمهم الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الواحد منا يأكل ما يسد جوعته، أما أن يظل الأكل نظاماً لحياته رتيب، لا بد أن يفطر، ولا بد أن يتغدى، ولا بد أن يتعشى، وإذا وجد فرصة بين هذه الوجبات أكل، وهذا خطأ. ليس هذا من عادات أصحاب الهمم العالية، بل يعني أخبرني أحدهم أنه في كل أسبوع أو أسبوعين يذهب إلى مطعم فرنسي، وأخذ يحدثني عن البروتوكولات التي تعمل حتى تتناول طعامك في هذا المطعم، وإذا به يأخذ من وقته 3 ساعات في جلسة واحدة حتى يتعشى. فكم يكون هذا في تضييعه للوقت؟ في كل سنة لو حسبنا له زيارة واحدة في الأسبوع، كم من الوقت يصرفه في الذهاب وفي المجيء، و3 ساعات يمضيها على كرسي المطعم ينتظر أولئك الذين قد ضحكوا على عقله وصنعوا به هذا الصنيع، وأضاعوا أوقاته التي لا يعدلها شيء في هذه الحياة الدنيا. العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى يقول عنه عبد الله اليونيني: كان يشتغل عليه الناس من بكرة النهار، يعني بعد الفجر، إلى ارتفاع النهار، ثم يقرأ عليه بعد الظهر إما في الحديث وإما في تصانيفه إلى المغرب، وربما قرئ عليه بعد المغرب وهو يتعشى. جلوسك خلف مقود السيارة، قد يقال يعني هذا أمر طبيعي، يعني قد يمضي الواحد منا 1 أو 2 أو 3 ساعات خلف مقود السيارة. أنا أقول الناس يختلفون في هذا، لكني عملت إحصاء لأسبوع واحد، فوجدت أني أمكث 27 ساعة خلف مقود السيارة في الأسبوع، وهذا يعني أنه في السنة سيكون عدد الأيام التي أمضيها خلف مقود السيارة 57 يوما، قرابة 2 شهر، أي سدس العمر أو 7 العمر. لذلك لا بد من اتخاذ إجراء تجاه هذا الأمر الذي تضيع فيه كثير من الأوقات. لنكن مثل المجد بن تيمية الذي تكلمنا عنه قبل قليل رحمه الله تعالى، كانت تقرأ عليه الأجزاء وهو يسير من المسجد إلى بيته، ونحن الآن قد يسر الله عز وجل لنا المسجلات، ونستطيع أن نستغلها ونستفيد منها. فإذا كنت
ستمضي 20 ساعة في الأسبوع، فهذا يعني أنك ستستمع إلى 20 شريطا، ولو قدر أنها تكون من الأشرطة العلمية لنلت حظا عظيما من العلم. وأرى أنه حتى نستفيد من الأوقات التي نمضيها خلف مقود السيارة، أولا قلل ركوبك للسيارة قدر الإمكان، ثانيا إذا كان لا بد من ركوبها فاحرص على مرافقة من يكون معك خاصة في المسافات الطويلة واستغل الوقت معه، أما إذا كان مهذارا ثرثارا فلا تصاحبه، فمثل هذا يضيع عليك الوقت الذي أنت بحاجة إليه. واجعل ركوبك للسيارة معه فرصة لمناقشة بعض الأمور التي قد لا تجد وقتا لمناقشتها، أو لقراءة بعض الكتب يقرأ عليك وأنت تستمع إليه، أو لاستماع بعض الأشرطة التي تنتفع بها. انتفع من الوقت الذي تمضيه عند الإشارات، فهو وقت إذا كانت قيادتك داخل المدينة كمدينة جدة كثيرة ستجده وقتا طويلا، احرص على أن تستغله. افتح البريد الذي يصلك، قراءة تقرير تحتاج إلى قراءته، الكتيبات الصغيرة ضعها أمامك واستغل الفرصة، فإنك تستطيع خلال 2 أو 3 أن تقرأ كتيبا عند الإشارات، بمجرد وقوفك عند كل إشارة تفتح الكتاب، ثم إذا جاء وقت الانطلاق اثني الصفحة وانطلق في طريقك. وقتك في العمل وفراغك منه، فكثير من الناس يمضي وقته في العمل 6 أو 7 أو 9 ساعات، ثم إذا سئل أين كنت يقول كنت في العمل، ولكنك ستجد أن وقتا طويلا قد أمضاه في عمله دون أن يستفيد منه، إما في التحدث مع بعض الزوار، أو في شرب الشاي، أو بالإفطار، أو بقراءة الجرائد، أو بالجلوس دون أن يصنع شيئا. ولو أن الواحد منا رتب نفسه ليقوم بالأعمال التي يحتاج القيام بها في أثناء عمله لصنع شيئا كثيرا، خاصة وأن جل الناس يمضون ربع أعمارهم في أعمالهم. وقت التنزه والرياضة هذا كذلك من الأوقات التي قل من يستثمرها. الاجتماعات، النوم، المطالعات للصحف والجرائد، الجلوس أمام الحاسوب، التسوق، زيارات الأقارب والزملاء، جلوسك فارغا لا عمل عندك، وقتك داخل دورة المياه لقضاء الحاجة والوضوء والاغتسال والتنظف، خلعك وارتداؤك ملابسك، التجمل أمام المرآة. أعرف أناسا أتعجب من اعتنائهم بمناظرهم وبثيابهم وبهيئاتهم، ولا أشك أبدا أن الواحد منهم يمضي ساعات في أسبوعه أو في شهره وهو يتجمل أمام المرآة، وكل هذا من الأمور التي ما كان عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البذاذة من الإيمان. الجلوس في غرف الانتظار في المطارات، في الشركات، في الإدارات، في المستشفيات، في المستوصفات، هذا من الأوقات التي تهدر في الغالب، تجد الواحد قد وضع يده اليمنى على اليسرى ينتظر الدور، وقد يمكث نصف ساعة وساعة وساعتين حتى قد لا تجده يذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك احرص على أن يكون دائما في سيارتك كتابا أو كتابين، إذا أردت أن تدخل مثل هذه الأماكن فبادر بأخذ الكتاب وابدأ في القراءة. حقق في نفسك أسباب البركة في وقتك. أذكر مثالاً واحداً لعموم العلماء الذين ورثوا لنا هذا التراث العظيم من الكتب ومن العلوم، في كل فن من الفنون نجدهم قد تمكنوا وألفوا في أوقات كانت فيها الإمكانات ضعيفة للغاية. الأقلام قصب يبرى، والمحابر لا بد أن تغمس فيها هذه الأقلام ليكتب عليها، ثم يغمس ويكتب، ثم يغمس ويكتب، ثم يحتاج القلم إلى أن يبرى فيأخذ السكين مرة أخرى ويبري القلم. والأوراق ما هي؟ قصاصات مبعثرة، إما من كاغد وإما من ورق قديم قد بلي من كثرة ما يحك ما فيه من كتابة، ومع ذلك ألفوا مؤلفات
نعجز نحن عن قراءتها، فدع عنك أن نكون ممن ألفها. كلنا قد سمع عن العلامة العبقري ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، ألف كتابا واحدا من كتبه وهو كتاب الفنون. هذا الكتاب يقول عنه ابن رجب إنه يقع في 800 مجلدة، وهذا الكتاب ليس جمعا لمعلومات منها هنا وهناك، سماه الفنون على اسمه، كتب فيه في جميع الفنون التي يتقنها من الفنون الشرعية ومن فنون الآلة. هذا الوقت الذي وجده هذا الرجل حتى يؤلف هذا الكتاب ما جاء من فراغ، ولو أردنا أن نقيسه قياساً مادياً فإننا لن نستطيع أن نجد وقتاً يستطيع به أن يؤلف في هذا الكتاب، ولكنها بركة يعطيها الله عز وجل من شاء من عباده. ابن الجوزي براية أقلامه التي كان يكتب فيها الحديث فقط لما مات أوصى أن تكون هي التي يسخن بها الماء الذي يغسل به، قال فسخن بها الماء وزادت. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في الكامل: أحصيت مجموعات الكتب التي كتبها بخطه ثم قسمت على عدد أيام حياته، فظهر أنه كان في كل يوم منذ أن بلغ إلى أن مات كان يكتب في اليوم 9 كراسات، والكراسة قرابة 10 ورقات. هذا مجموع ما يكتب فقط، غير ما يملي، غير ما يدرس، غير ما ينام، غير ما يأكل، غير ما كذا. ولا شك أنها بركة يعطيها الله عز وجل من شاء من عباده. احفظ بدنك في صغرك يحفظه الله عز وجل لك في كبرك، وهذا من أعظم أسباب حفظ الأوقات، فإن كثيرا من الأوقات تهدر بسبب ضعف البدن وتكالب الأمراض عليه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. محمد بن عبد الباقي القاضي أبو بكر الأنصاري، قاضي المارستان الفرضي المحدث، قال ابن السمعاني عنه: كان سريع النسخ، حسن القراءة للحديث. قال: سمعته يقول: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. قال: وسمعته يقول: أسرتني الروم وبقيت في الأسر 1.5 سنة. يقول: وكان 5 أشهر الغل في عنقي والسلاسل في يدي ورجلي، وكانوا يقولون لي: قل المسيح ابن الله حتى نفعل ونصنع في حقك. قال: فامتنعت وما قلت. ومع ذلك وهو في ذلك الوضع الرهيب العصيب، الأغلال في عنقه ويديه ورجليه، يقول: ووقت ما حبست كان ثم معلم يعلم الصبيان الخط بالرومية. قال: فبملاحظتي له تعلمت الخط بالرومية. انظروا إلى الهمة العالية التي كانت في أو بين جوانح هذا الرجل العجيب. يقول ابن السمعاني: سمعته يقول: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وما من علم في عالم الله إلا وقد نظرت فيه وحصلت منه كله أو بعضه. قال: وكان يقول دائما: من خدم المحابر خدمته المنابر. قال: ورأيته، هذا كلام ابن الجوزي، يقول: ورأيته بعد 93 سنة صحيح الحواس، لم يتغير منها شيء، ثابت العقل، يقرأ الخط الدقيق عن بعد. قال: وبقي 3 أيام قبل موته لا يفتر عن قراءة القرآن إلى أن توفي رحمه الله تعالى.